أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في 10 على 10 الحصة نقدم لكم فيها نجاحات التوانسة في مختلف الميادين والمجالات. اليوم أول نجاح باش نبدأ به الحصة متاعنا هو نجاح لصاحب مؤسسة جديدة عمرها 4 سنين. المؤسسة هذه مختصة في صنع العطورات ومواد التجميل. الضيف بحذية اليوم هو مجيب الرحمن الغربي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، نورتنا. عايشك. شحوالك مجيب؟ الحمد لله. يعطيكم الصحة على الاستضافة. يعيش دونك لونتربريز نتاعك هي اللي نصنعوا فيها المواد التجميل والعطور. شنو هو المواد التجميل اللي نحكيوا عليها هون؟ حاجات طبيعيه، حاجات شنو بالضبط؟ اي مواد التجميل حاجات طبيعيه، نحكيوا على دي سوان دي سوليوشن نتاع مشاكل، كل ما يخص مشاكل البشره. كان معناها بلايص غامقين، كان تجاعيد، كان نحكي زاد على تيح الشعر، كل ما عنده علاقه بالمشاكل نتاع البشره بصفه عامه الشركه نتاعنا تعطي حلول للمشاكل هذيا. والا حاجات نتاع من الاول نحضروا البشره نتاعنا باش انها ما تطيحش في المشاكل هذيا. وهذا هي حاجه من الحلول تتسمى، اذا باش نعملوا حاجه استباقيه تتسمى حل من الحلول للمشاكل اللي تنجم تعرضنا من بعد. باهي، الشركه تحل لنا مشاكل الكل وتعطينا الحلول للبشره نتاعنا. نزيدوا نتعرفوا على عبد الرحمن الغربي. مجيب الرحمن الغربي، سي بون، عملتوا 3 اسامي الراجل وهو في دقيقتين لاعب معناها. مع زميلتنا سارة الدعجي، تفضل. يقولوا لي مازلنا ماناش حاضرين، دونك ميسالش نكملوا نحكيوا على الشركه هذيا. مجيب، حسب ما فهمت انت الاختصاص نتاعك كان لا علاقه بمواد التجميل، يعني انت عملت كونتابيليتي من الاول، محاسبه فوالا، دونك ولقيت روحك من بعد في الدومين. اش مجيبك لهوني؟ السؤال دي ما تطرح لي انا الحق. دونك انا بالحق عملت كونتابيليتي فينانس وخدمت في مجال الكونتابيليتي فينانس، من بعد حسيت بروحي كاني مانيش في معناها حتى على مستوى طموحي ولا الحاجات اللي نحب نعملها. مانيش عامل كيف يعني؟ مانيش عامل كيف بالضبط، مانيش فرحان وانا نخدم في الخدمه اللي كنت نخدم فيها. دونك من بعد قررت كوني ننتصب للحساب الخاص. وقت اللي قررت باش ننتصب للحساب الخاص دخلت في تجربه، تجربة تجارة العطورات ومواد التجميل. هنا ماناش نحكيو على صناعة العطورات ومواد التجميل، دخلت كتجربة في تجارة بلوتو العطورات ومواد التجميل، وكانت تجربة طويلة ثرية. كان فما قداش قعدت فيها هذه؟ قداش من عام؟ قبل ما نعمل الشركة هذيا 7 سنوات. سبع سنوات. نتعرفوا عليك احنا أكثر في الروبورتاج هذايا بإمضاء زميلتنا سارة دارجي ونرجعوا نكملوا حديثنا، تفضلوا. انا في الاساس عامل كونتابيليتي فينانس، محاسبه وماليه، لكن بعد تجربه في تجاره مواد التجميل قررت كوني ننتصب للحساب الخاص. انا بديت بحكم اللي انا خدمت في مواد التجميل والتجاره، دونك من الاول نجم يكون عندي القاعده نتاع الحرفاء، لكن بيان سور قبل ما تعمل اي بروجي لازم تعمل اون بون اتيود، تعمل ليتود نتاعك بالطبيعه. اذا تخمم انت باش تعمل ماركه وباش تعمل وباش تقدم وباش تعمل شركه وتحب تكبر وكذا، ماكش باش تعمل على لا كليونتيل اللي كانت عندك في المجال الصغير نتاعك. وفيكتيفمون معناها هذاك هو اللي مشينا فيه، بدينا بالمجال الصغير نتاعنا ومن بعد خرجنا عملنا لافونت اون ليني، ومن بعد ولينا موجودين عند دوتر بوان فونت سوا هوني في بنزرت ولا في تونس. احنا بالاساس نصنع العطورات ومواد التجميل. مواد التجميل دوريجين ناتوريل، نقولوا كل ما يخص العنايه بالبشره. احنا نصنع مواد التجميل على اساس نحبوا نعطيو الحلول للمشاكل اللي تنجم تمس البشره. اخترنا الفريق متكامل، فريق معناها فيه ناس كاليفيه، ناس عندهم الكفاءه، سورتو
اول حاجه قعدنا احنا قبل ما نعملوا الماركه احنا من 2017 خرجنا الماركه 2018 خاطرنا قعدنا نحضروا في لي كومبوزيسيون في تركيبات المواد هذه عملنا برشا تجارب ما خرجنا للسوق الا ما معناها لقينا جربنا النجاعة متاع البرودوي اليوم الحمد لله بعد 4 سنين الكل الغطوخ الكل كان بوزيتيف كل باعث نتصور أنا إذا ما يكونش عنده طموحات كبيرة ما نتصورش كانوا ينجم يقدم ديما حسب رأي اليوم المنتوج متاعنا قادر كانوا يتسوق البارة دونك الخطوة الجاية إن شاء الله نكملوا نحطوا سقينا بالقدي في السوق التونسية في نفس الوقت بالتوازي نكون موجودين سواء في أسواق قريبة من تونس ولا بعيدة شوية اليوم معناها المنتوج متاعنا قادر كونه يكون يتسوق يخلط للعالمية. البنوتة ربي يفضلها لك وبون كوراج بالحق خاطر نصور انا واحد باش يكون في مجال وكيف ما كنت تحكي لي معناتها بعد المحاسبه ما لقيتش روحك فيها وماك شيخ ماكش عامل كيف مشيت من بعديك للفونت نتاع البرودوي هذوما نتاع البرفانات وكل كيفاش جاك لو ديكليك باش انك تعمل معناتها تتلانس في المجال نتاع مواد التجميل والعطور ما هوش سهله الحكايه اون بلوس السوق مليانه معناتها توا ولات بها معناتها حاجه بالحق تخوف. باهي هو قلت لك من الاول كان الاوبجيكتيف نتاعي ولا بليتو الدافع نتاعي هو كوني انا نتقدم دونك حتى وقت اللي خدمت في مجال التجاره كان كيف فما دافع ديما موجود هو كونه كيفاش واحد ينجم يقدم ويقدم. هي فما انكدوت صارت في وقت انا نخدم في مجال التجاره هذايا فما ماركه سبقتنا في تونس قلنا خممنا كونه باش نمثلوها يا اخي ما صارش ما نجموش نتواصلوا الاتفاق قلنا علاش احنا ما نخلقوش الماركه الخاصه بينا واحنا كي قلنا من 2017 راهو من وقتها من الاولانيين اللي دخلنا في المجال هذا صحيح اليوم السوق فيه برشا ماركات تونسيه وان شاء الله تلقى الناس الكل ان شاء الله يلقاو حظهم لكن احنا كنا من السابقين في المجال هذايا جات الفكره وانا اونتخ تو عملت لا فورماسيون نتاع لا كرياسيون دي زونتربريز كيفاش تكون انتربرونور كيفاش تعمل تو لونس لا بروبر انتربريز بالضبط بعد التكوين هذايا جات الفكره وديريكتومون مباشره تاع مي كوميم وانت باش ترمي روحك معناتها في مجال صناعه مواد تجميل وعطور لازمك تكون بالحق فاهم دو كوا ساجيتيل لازمك تكون عندك على الاقل لي زابي سي دو ميتيي معناتها مش كل حاجه مش اي حاجه تنجم تصنعها وراك مسؤول بالحق مسؤول معناتها تخوف انك مسؤول على البشره نتاع الناس مسؤول على صحتهم ونعرفوا احنا الجلده نتاعنا هي اكبر عضو عندنا في البدن واللي يجب يشرب معناتها الحاجات مكوني لازمك تكون انت عندك كونيسونس درايه كبيره باللي برودوي وكيفاش يتصنعوا باش تنجم تراقبهم باش تفهمهم باش تقف عليهم وتكون عندك كريديبيليتي من بعد مع لو كونسوماتور اللي باش يشري من عندك. باهي انا باش نعاود نرجع لك على بصفه عامه فما حاجه في البروفيل دونتربرونور بصفه عامه باش نجم تكون انت تقدم على مشروع لازم تكون عندك القدره كونك تعمل الخطوه الاولى. اثنين تعرف تختار الفريق العمل اللي باش تخدم معاه وانت باش تعمل باش تتخصص في مجال معين كيفاش تعمل حاجه دون لي نور كيفاش احنا اليوم نحكيو على باللي قلت لك نعملوا دي سوليسيون لمشاكل البشره هذايا وحكينا حتى في الغوبورتاج ظاهر قداش قعدنا باش خرجنا من لو لونسمون من لا كرياسيون دو لونتربريز حتى لونسمون دي برودوي قعدنا مده طويله وحنا نجربوا في لي برودوي نجربوا في لي برودوي على شكون جربهم كيفاش احكي لنا على الديتاي هذايا احنا عندنا في المخبر نتاعنا اخصائيين اللي هما بالكاليفيكاسيون والفورماسيون نتاعهم
تخول لهم كونهم يعملوا التجارب الخاصة. جربنا زادة حتى أنا واحد من الناس ساعات يقولوا لي تظهر شوية أصغر من عمرك. أنا من الناس اللي نستعمل برشا لي برودوي نتاع الماركة نتاعنا، وأنا من الناس اللي نجرب ديما لي برودوي نتاعنا على نفسي. روحك. والحمد لله معناها ديما كان الريزولتا بوزيتيف بيان سور قبل لي زاناليز وكذا، قبل ما نخرج من بعد. معناها هي راهي تجربة تسمى تجربة، ما هي كان وقت اللي احنا ديجا يكون البرودوي حاضر للاستعمال ما يخوفش معناها. ما فماش احسن من برودوي واحد يكون جربه على نفسه قبل ما يبيعه للناس. يظهر لي كان فهمت تنصح تجربها ساعة انت بور كومونسي بعديك تعطيها للعباد. وفيكتيفمون هذايا اللي معناها حتى في الكونتاكت ديريكت احنا مع الحرفاء نتاعنا اللي ديما يكلمونا ولا يتصلوا بينا على نصائح ولا كونساي في حاجات تخص البشره وتخص المشاكل نتاعهم. احنا باش تكون عندنا القدره كون ننصحوهم لازمنا زاد يكون عندنا المعرفه هذيا اللي تكتسب زاد بالتجربه وبالخبره وبال كيف معناها كيما قلت لك الفريق نتاعنا ديما نتعاونوا ونتكاملوا مع بعضنا باش تخرج النصيحه في بصر. ويظهر لي الاهم البرودوي هي نصيحه كي اكومباني البرودوي، كيفيه استعماله، لشكون تتعطى، شنو يستحق، قداش المده، ومن بعد تشوف النتيجه. خاطر جينيرالمون العباد يبداو يستناو في نتيجه في ساعه، معناتها يفو شويه بشويه يفو لي غاسوري يقولوا له راهو ما يعطيش نتيجه من نهارين ولا الجمعه الاولى، راهو سا بو بروندغ اكثر، اما راهو هكا تبدا تحس في تطورات وكل. باهي انت بديت في المجال هذايا وقت اللي ما شاء الله تونس فيها برشا اسامي ولات معروفه، معناتها لي برودوي كوزميتيك هذوما لي برودوي نتاع السوان اللي ولاو برشا، وفما الفاغ نتاع العباد تحب تستعمل الحاجات الطبيعيه. دونك اسامي معروفه، انت جديد، كيفاش دخلت للسوق؟ كيفاش تي امبوزي في وسط السوق؟ والله دخلنا كانش عندك استراتيجيه نتاع تسويق بالضبط، كيفاش عملت؟ بالضبط هو دخلنا بيون استراتيجي، هي حتى في ليتود دو مارشي نتاعنا في لامبلونتاسيون دو لونتربريز احنا انطلقنا، كانت عندنا بوان دو فونت اللي هي بدات هي لا بروميير بوان دو فونت اللي ان بوان دو فونت نقولوا لو بروميير بوان دو فونت اللي كي ريبريزونت لا مارك، وكانت هي بدينا منها هي لا كليونتيل اللي كانت عندها، كانت هي اول كليونتيل اللي سوقنا ليها الماركه. ومن بعد بشويه بدينا نخرجوا لليفوار، سوقنا اون ليني زاده، وكانت التجربه نتاع التسويق اون ليني واللي عرفت معناها موجه كبيره خاصه في الوقت نتاع الكوفيد. وي كانت زاده هذيك بدلت لنا شويه، غيرت لنا شويه في الاستراتيجيه نتاعنا، وممكن حلت لنا بيبان اخرين نتاع خلتنا نركزوا اكثر. احنا خدمنا قبل لافونت اون ليني، مي في الفتره هذيك ممكن ركزنا اكثر وعملنا استراتيجيه اخرى. كيف قلنا الكونتاكت ديريكت مع الحرفاء في لي زيكسبو فونت وفي لي فوار اللي تخلينا نعملوا لهم دي ديمونستراسيون ونخليهم نوريوهم شنو هما لي برودوي بالحق، خاطر العلاقه الفيرتويل اللي موجوده في الفونت اون تولي ريال من بعد تولي ريال وتعطي اكثر كريديبيليتي. قبل انت حكيت على معناها ليفيكاسيتي والنجاعه نتاع البرودويات اللي تظهر بعد مده، وهذا صحيح ممكن باش تكسب الخبره نتاع حرفاء لازمك يقعدوا معاك ويجربوا البرودوي. لكن فما حاجه مهمه برشا، فما ناس ما توظبش على الاستعمال نتاع البرودويات هذوما. وانا عندي ديما تفسير للحكايه. انت منهم؟ هاوش نقول لك عليه، انا حسب رايي انا ديما وقت اللي تلقى دي برودوي تعمل دي برودوي كوزميتيك ان سوان لوجهك، وانت ماكش باش نعطي الكلمه ماك شيخ، وانت تعمل في السوان كوزميتيك معناها وانت وقت المومون وانت تعمل في السوان كوزميتيك ماهوش ان مومون دو بليزير بالنسبه ليك انت، ما تواظبش كانك تشرب في دواء وتستنى وقتاش باش يشوفها وتكملوا. وقت اللي تعمل ان برودوي كوزميتيك والتكستور نتاعو وتحس فما ديزيفي راهو ليزيفي انستونتاني ابار ليفي اللي تلقاه بعد مده. وقت اللي تلقى وانت تعمل في البرودوي هذاك تحس بالبيانات نتاعك في الوقت تعمل المره الاولى وتولي تستنى وقتاش باش تعمل البرودوي نتاعك، وقتها تواظب. احنا خدمنا عندي فكره اخرى نجم نعطيك رايي الاخر.
بيرسونيلمون نحكي على تجربتي الشخصيه. بورتون نستعمل في برودوي محليه على الاخر ما نذكروش الماركه والريحه بنينه والتكستور محليها وكل وشيخه وكل. مي نقلقيه، انا انسانه ما نوظبش، معناتها نشيخ عليه نعمل عليه الف كيف ونبدا في مخي راني باش نعمل من بعدك سبحان الله ما. والا نبدا نستنى في نتيجه انستونتاني في الوقت لازمها تبدل حاجه. هو ساسفوا فما حاجه اكلا بوتيتر، فما حاجه ولا ايدغاتاسيون تحسها بالوقت، مي ابخي انا هكا فما عباد هكا طبيعهم ما يكملوش، معناتها سي با دو فوت. احنا طبيعي هكا، معناتها مش مشكله من البرودوي ولا اللي هو احنا عملنا فما حاجه أخرى. تنجم تداوي الحكايه هذيا، عملنا حاجه احنا زاده للناس اللي تحب لو ريزولتا انستونتاني. فما دي برودوي احنا صنعنا دي برودوي اللي الريزولتا نتاعهم يكون انستونتاني. عندنا احنا ان برودوي ماجيك يقولوا له اللي تنجم تعمل توا تشوف نتاعو الريزولتا نتاعو كان هو كي كونسيرن شنو هو معناتها هو سيتا مقشر للبشره يعطي نظاره تفتيح بالوقت اصلا، معناها يبدل القشره، معناها كيفاش تشوف روحك انت كي توصل في المرايه قبل ما تعمل البيلينغ وبعد ما تعمله فريمون يبدل كومبليتمون. فما افون اي ابخي معناتها ظاهر وواضح سبيكتاكولير. باهي، هل لي برودوي هذوما ناتشوريل المصدر نتاعهم؟ خاطر العباد راهي تثبت على الاخر تو، ماني قلت لك لا نوفيل توندونس جديده، الناس رجعت للاصل معناتها رجعت لاي حاجه تو. فما برشا يستعملوا حتى من المطبخ نتاعك، قال لك انا فاش قام عليا معناتها مضمون من الكوجينه نتاعي ناخذ حاجات ناتشوريل نستعملهم تو لاباس. اما لو كان يلقاو حاجه قدامهم في السوق طبيعيه بالرسمي تضمن لها اللي هي بيو ولا حاجه يزيدوا يعملوا، كيف تمشي اكثر الحكايه؟ احنا نستعملوا في مواد التجميل في سوا دوريجين ناتوريل، معناها المصدر ما فيهاش برشا اضافات شيميك ولا حاجة. لا ما فيهاش اضافات شيميك، نحكيو على معناها نسبه معناها كبيره برشا ناتوريل. وهذا احنا اصلا حتى احنا البوان فور نتاعنا احنا نلوجوا على ليفيكاسيتي نتاع المواد هذيا، احنا باش نستغلوهم باش نحصلوا النجاعه نتاع البرودوي نتاعنا، خاطرهم يكونوا هما فيهم معناها دي بيان في باهين برشا، وكيف كيف يرتاح الحريف ولا اللي حاجته عنده ان بوزوان معين يرتاح كي يلقى حاجات دوريجين ناتوريل. كيما نحكيو على الباف ديسكارغو، نحكيو على ليكستري دو فلور دو فيك دو باباري ولا الويل دارغون، فما حاجات الساعه اللي موجوده عندنا في تونس بكثره، وفما حاجات زاده اللي تنجم تجينا من برا. المهم تكون احنا ديما نخلقوا التوليفه اللي تخلينا نخرجوا معناها ماده ناجعه تستجيب للطلب نتاع الحليف نتاعنا. باهي هكا فهمنا احنا البرودوي شنو هو وشنو اللي فيه. توا كيفاش بدينا البروجي نتاعنا؟ التمويلات معناتها سيغتينمون بروجي كيف ما هكا يستحق تمويل، ماهواش بشويه ما نجمش نقول انا باش نبدا براس مال صغيرون ومن بعد توا نستنى اللي يكبر، يا تبدا كبير يا لا، خاطر هوني معناتها المنافسه كيف ما قلنا قبيلي شديده. صحيح. نسبا؟ دونك التمويل كيفاش تحصلت عليه؟ والله كان اترافيغ البي تي اس الحق، كان فما معناها ان دوسيي تعمل للبي تي اس اون بون ايتود دو مارشي، كانت مع سونتر دي زافير نتاع بنزرت، كان فما احاطه في الوقت هذاك في ليتود في حتى ما تعبتش معناتها باش تاخذ راس المال؟ ما تعبتش برشا من السنين؟ لا فماش حاجه سهله في تونس ولا حتى في قداش قعدت تستنى؟ فما قريب العام ما بين انت هو راهو توا يقول لك انت تحضر دوسيك ما فماش منها المده هذه، ما فما حاجات اخرين ساعات انت تعملهم ياخذوا برشا وقت ويطلبوا برشا مجهود، ولازمك فريمون تكون عندك فولونتي وتشد صحيح، سينو ما تأيش باش تأيس، راهو باش يجوك حاجات صعاب برشا انت ما يتحلوا. كيما شنو؟ ساعات ورقه باش تخرج ورقه معينه تلقى فيها صعوبه كبيره. وي. ساعات تلقى حاجه تقول هذيا معناها ما تتحلش، وفيكتيفمون انا تعرضت لبرشا حاجات كيما هكا، نجي مثلا نمشي باش نخرج ترخيص معين يقولوا لي راهو لازمك الورقه من المصلحه الفلانيه،
والمصلحة الفلانية تطلب ورقة من المصلحة الفلانية. دونك لازم باش نوصل ناخذ الورقة لازم نتعدى على أربعة مصالح وكل وحدة تحشد. المشكلة ساعات تلقاها أنسيق الفيسيو، تلقى المصلحة هذه تطلب الورقة الأولانية اللي أنت مشيت باش تعملها. ولا لا. ولا بالحق لما نحكي لك راهو في حاجة أنا تعديت فيها. وكيفاش تعديتها؟ والله كما قلت لك لازمك تمشي وتجي وتحاول ويطيحك ربي معناها بعبيد بالزهر معناتها الزهر يخدمك هو فيها زهر وفيها كما قلت لك انت تشد صحيح وما تأيسش باش من بعد دونك تمويلك ما كانش خاص التمويل انت فيه بيان سور جزء خاص ديما كي نحكيو على المشاريع بصفه عامه وانا قلت لك راني معناها دخلنا خدمت قبل شويه على روحك خبيت شويه فلوس على روحك كان من الاول في مخك انك باش تعمل باش تقوم بالبروجي والله كما قلت لك من الاول لا ما فماش حاجه اسمها زهر مي فما تخطيط وفما رغبه وقت اللي انت ترغب باش تقدم وباش تعمل حاجه كبيره ولا حاجه وتكبر بشويه بشويه معناها تمشي بالخطوه بالخطوه وكل خطوه تتبعها معناها تبدا انت مخطط للخطوه اللي بعدها وهذا هو كانت الفكره نتاع لا كرياسيون من بعد كما قلت لك لازمك تعرف تدق البيبان انا هما وين تمشي مثلا اذا حاجتك بتمويل وين تمشي اذا حاجتك بالليتود دو مارشي وين تمشي اذا حاجتك من بعد بمصاحبه بوست كرياسيون لشكون تمشي باش يعرضوك برشا مشاكل باش تلقى ساعات ما تلقاش تجاوب حتى من الادارات اللي تمشي لها لكن بشويه بشويه انت بدك تكتسب الخبره تولي تعرف كيفاش تدخل وتعرف شنو الحاجات تحضر روحك بالقدا بالقدا باش تعمل باش تعرف تدافع على فكرتك وتعرف تدافع على البروجي نتاعك وتبدا سيغتو مأمن بالبروجي نتاعك اذا ما تبداش انت مأمن ويدخل لك الشك راهو ما تنجمش يتواصل ما ينجمش يعاونك القرايه نتاعك معناتها الاختصاص نتاعك الاولاني يعاونك انا نتصور معناتها لا كونتابيليتي باش انك ديما في يا اخي هو شنو في اللونسمون دو بروجي وفي هكا في المشاريع في الكرياسيون دونتربريز نقول لك ديما الباز الاساس من بعد انك تجيب ان اكسبير كونتابل به يفهم في الحسابات ويعرف كيفاش يخرجك من المشاكل هوني يظهر لي خدمتك قرايتك عاونتك على الاخر والاكسبيريونس اون بلوس نتاعك من قبل عاونتك هو 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 سي ان تو انا ديما نحكي في البروفيل نتاع لونتربرونور لازم فريمون تبدا برشا حاجات متكامله بعضها انا الحق عندي معناها خلفيه سيونتيفيك قول قايل معناها ساعات شنو الحاجات اللي تنجم تفيدك كي تبدا انت عامل كونتابيلتي فينانس وانت باش تجيري والا باش تعمل وانت في لونتربرونيا هوني كي نحكيو على لونتربرونور شنو المهمه نتاعو سي ان انسومبل دو بريز دو ديسيزيون كل يوم تاخذ مجموعه من القرارات القرارات هذيا لازمك معناها عندك الجوريثم في مخك يخليك تاخذ لي بون ديسيزيون تغلط ساعات تويتي كونك تغلط وتعرف لازمك وقت اللي تغلط تعرف وقتاش تصلح وكيفاش تصلح. ما يغلطش كان البوسور هو دايوغ ومن غلط ونتعلموا سي كوم سا كون بو افونسي من بعد بالضبط. الدنيا. دونك كيفاش باش تاخذ لي بون ديسيزيون هذوما كيفاش التجربه نتاعك اللي عملتها كيفاش تتعلم من الاغلاط نتاعك كيفاش تتعلم من التكوين نتاعك في كل شيء معناها خاطر انا عملت برشا في مجالات متعدده التكوين بما فيهم كل حاجه عطاتك اضافه كل حاجه عندها الاضافه نتاعها وتلقاها وحتى كي ما تفيقش بها في وقتها كي تخرج من بعد وتقيم هكايا تقول وي سي فغي الفورماسيون هذه كانت عندها انا بور كبير باش نجم يكون عندي الطريقه هذيا اللي ناخذ بها القرارات هذيا. باهي توا سي احنا لانسينا لونتربريز نتاعنا عملنا ليتود دو مارشي شفنا امورنا شفنا لي كونكورون معناتها اللي على المارشي وهو احنا شنو حاجتنا ان نستقطبوا كليونتيل جديده داكوردو اون سامبوز معناتها على المارشي وان في معناتها فيداليز كيفاش معناتها نردوهم فيدال الكليونتيل اللي جبناهم المره الاولى هذوك ماذا بينا نخليهم يقعدوا معنا وديما يقعد فما من بعد فيدباك باهي عند الناس الجديده باش نجموا نستقبلهم مره اخرى. ساشون كو اللي في السوق نتاعنا عندنا برشا ماركات كيف ما قلت لك معناتها تخدم بالحاجات الطبيعيه عامله حتى هي معناتها ما تخرج حاجه الا ما تكون تجربتها قبل وبعد ما تعطي لو برودوي تعمل لو سويفي مع الكليون اللي باش تشوفوا اسكو ساعد ولا فما 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 زاد ستيل نتاع انتربريز تقول لك ساتيسفي ورمبورسي معناتها عجبك والا نخلصك انت قدام الهلمه هذه الكل معناتها
شنو كيفاش كانت الاستراتيجي نتاعك؟ احكي لنا على ديتاي اللي في الاستراتيجي نتاعك، كيفاش قلت انا قدام العباد هذوما هاو شنو هما الحاجات اللي باش نجم نلبيهم المستهلك الجديد؟ باهي، هو راهو صحيح فما برشا ماركات اليوم وحتى الاستراتيجي كانت ربما مختلفه، فما ناس سبقت وموجوده معناها بيان بلاسي اليوم في السوق. احنا ديما نقول ان الكابيتال نتاع الشركه نتاعنا هو نجاعة نتاع لي برودوي اللي نقدموهم، اثنين الساتيسفاكسيون والا كيفاش نقولوا معناها كيفاش الحريف نتاعنا يكون معناها فرحان بالنتيجه اللي وصل لها، ديما الفيدباك كان بوزيتيف الحمد لله. كابيتال هذا الحق، معناها احنا هذاك الدافع الكبير اللي خلينا نقدموا حتى وقت تبدا فما صعوبات وصعوبات معناها تلاقي الناس الكل. اليوم احنا معناها ما نجموش ننكروا كونه موجوده صعوبات الاقتصاديه معناها تمس الناس الكل بما فيها فئه المؤسسات الصغرى والمتوسطه. الدافع اللي يخليك تكبش وتقول انا مازال عندي باش نجم هو الكابيتال نتاع نجاعه لي برودوي هذايا. احنا الاستراتيجيه نتاعنا كونه نخلقوا نعملوا حاجه كي ساتيسفي بيان لو بوزوان نتاع لو كونسوماتور. كيما قلت انت احنا نتبعوا لا ساتيسفاكسيون نتاع الحرفاء نتاعنا، نقعدوا بتواصل، فما برشا حرفاء يكلمونا حتى بعد ما ياخذوا البرودوي يتبعوا معنا على طريقه الاستعمال، فما شي حاجه نزيدوها، فما شي حاجه كان مثلا تبدل، حتى فما طارئ جديد حدث في نوعيه البشره ولا حاجه، احنا ديما نتبعوا نعطيوهم النصيحه اللازمه. وفي الاخر الحمد لله ديما كان معناها ديما الفيدباك كان ايجابي وايجابي على الاخر. احنا اليوم عندنا قاعده نتاع حرفاء راضين معانا موجوده، قاعدين كل مره نستقطبوا وتتوسع القاعده نتاعنا هوني في تونس. اليوم الحمد لله معناها البرودوي جاهز كونه يتسوق البلا في الخارج. الخطوه نتاعنا ان شاء الله القادمه كونه تسويق البرودوي باش يكون ان شاء الله في الخارج ان شاء الله في الفتره القادمه. اليوم احنا عندنا برودوي اللي قادر كونه اللي يعمل المنافسه هوني في تونس وينجم يعمل المنافسه حتى لي ميزون الكبار نتاع الكوزميتيك واللي سوا البرا في الخارج. بالتوفيق ليكم ان شاء الله. عايشة. كنت فرحانه برشا باستقبالك مجيب الرحمن الغربي. ان شاء الله بالتوفيق كيف ما قلت، ويا ربي ترجع لنا مره اخرى وتحكي لنا على نجاحك الساحق نتاع البرودوي نتاعكم في الخارج. نتعداو احنا توا النجاحات التونسيه مع زميلي مروان سنين، تفضلوا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة نجاحات تونسية اللي نستهلوها بحصول الدكتورة والباحثة العلمية في العلوم الغذائية رؤال جنف مؤخرا على جائزة لوريال اليونسكو للمرأة في العلوم ضمن مجال البحوث العلمية حول الحساسية الغذائية لبروتينات الحليب في مخبر التحاليل الغذائية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بالتعاون مع المستشفيين الجامعيين لحبيب بورقيبة والهادي شاكر بصفاقس. تمنح هذه الجائزة بهدف تحسين وضع المرأة في العلوم عن طريق التعريف بالباحثات النساء اللواتي ساهمنا في مجال التقدم العلمي، وتقدر قيمة الجائزة ب10,000 دولار أمريكي شراكة بين شركة فرنسية خاصة بمستحضرات التجميل ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وهو إنجاز جديد يحسب للمرأة التونسية. نبقى في المجال الطبي ونقول ألف شكر للدكتور لحبيب النوري الطبيب المختص في جراحة العظام. هذا الطبيب رغم استقراره في العاصمة إلا أنه منذ سنوات لم ينسى مسقط رأسه في جابس، حيث يتنقل بشكل دوري إلى الجهة لتقديم عيادات وكشوفات مجانية بمستوصف غنوش وشنني لكافة المرضى، كما أنه يقوم بتدخلات جراحية بصفة مجانية. عرف هذا الطبيب لحبيب النوري منذ سنوات بفعله الإيجابي وروح التطوع خاصة لفائدة ضعاف الحال ومحدودية الدخل، إذ أن الدكتور لحبيب النوري يعتبر أنه من الواجب على كل طبيب أو كفاءة أنها لا تنسى جهتها اللي انحدرت منها ويسعى لتقديم يد المساعدة لأهلها، خاصة منهم الذين يعانون نقص في أطباء الاختصاص.
ميرسي مروان، يعطيك الصحة على الخدمة المحلية واللي تخلينا فخورين بالتوانسة متاعنا اللي يعيشوا في الخارج وحتى في تونس زادة. وتوا فرحانين باستقبال ضيفتنا، هي اتيديونت نسرين السباعي، اليوم باش تحكي لنا على ايفينمون باش يصير في التكنوبول متاع الغزالة، القطب التكنولوجي بالغزالة، كود ان ذا دارك. اهلا وسهلا، مرحبا بك نسرين السباعي. شنو حوايج؟ لاباس في فورما؟ لاباس الحمد لله. شنو هي ليفينمون هذا اللي باش يصير؟ نقدم روحي ساعة، نسرين السباعي، اتيديونت ان تكنولوجي دو كوميونيكاسيون في سوبكوم، وممبر في كلوب سوبكوم جونيور انتربريز. نعطي لمحة صغيرة على جونيور انتربريز، هو موفمون انترناسيونال موجود في أكثر من 40 بلاد، بدا في تونس ان 2012 وفي سوبكوم بدا ان 2013. الكونسيبت نتاعو هو انه يحضر لي زيتيديون للفي بروفيسيونيل اترافير دي بروجي اللي نخدموها مع دي زونتربريز ودي كليون ريال. مثلا في السوبكوم جونيور انتربريز لي زاكس اللي نخدموا عليهم هما الانتيليجنس ارتيفيسيال، ديفلوبمون موبيل، وديفلوبمون ويب. وفي الديفلوبمون ويب في الديفلوبمون ويب اليوم جيت باش نحكي على ليفينمون نتاعنا كود ان ذا دارك. باهي، تخي تخي بيان. نحكيو على ليفينمون تاع ان فيت هو كومبيتيسيون باش تصير على 10 تور، كل تور فيه 10 بارتيسيبون ويدوم 10 دقائق. 10 تور، كل تور فيه 10 بارتيسيبون والتور يدوم 10 دقائق. 10 دقائق. الكونسيبت نتاعو هو انه نعطيو لي بارتيسيبون اون كابتور ديكران فيها ان بروتوتيب نتاع سيت ويب كيما نقولوا انترفاس، وهو لازم يكودي دو فاسون اللي يخرج يعرف كيفاش يتخدم معناها. فوالا، انه يخرج معناها نفس معناها يخرج اون باج ويب تشبه برشا للكابتشور ديكرون اللي عطيتوه له. بالضبط، معناتها هكا باش نجموا نقيموا احنا المعرفه الاوبجيكتيف نتاعها شنو هو هذا، باش نجم انت تعطي معناتها بور ايفالوي لي كونيسونس نتاع ليتيديون والا المشارك والا شنو بالضبط؟ سرعة معناها الكوداج البروغراماسيون، دقة الملاحظة بيسكو هو باش يعاود نفس الكابتور، معناها لازم لي كولور لي ستيل لازم يفصل هذايا كيفاش تخدمت. بالضبط، دونك شوف لي كود اللي تخدم بها الشيء هذايا وفي اقل وقت ماذا بيه باغابوغ لاصحاب يعني ما يفوتش العشر دقائق وماذا بيه يتميز حتى على قاعد يشارك معناها من اصحاب. هذا كل يصير من غير ما يكون عنده الحق انه يشوف اسكو الكود نتاعو صحيح والا غلط، كان كيوف الوقت على فيريفيكاسيون. هذاك منين جات كلمه ان ذا دارك، معناها تقول عليك تكودي في الظلمه من غير ما تعرف روحك كيسحى هذايا، كيسحى برشا فجاه واحد ويبدا مركز وعينيه وتتنقب ويثبت. اما كيفاش يثبت؟ هذه مشكله اني ما ثبتش، معناتها لازم تركيز كبير في البيرفورمانس تدخل الاكسبيريونس برشا حاجات تدخل فيها. باهي، صار تقبل دي زيفينمون دو سو جونغ ولا؟ اي اون فيت كود ان ذا دارك هذايا هي دوزيام اديسيون، البروميير اديسيون صارت عام ناول، كان ايفينمون ناجح برشا، دونك السنه ان شاء الله يكون اقوى وخير. باهي، قداش من المشاركين كانوا عام ناول؟ عم نقول نفس الحكايه، معناها العباد اللي باش تكودي باش يكونوا معناها الكل في الكل 100 بارتيسيبون، اما مش هما بركه اللي باش يحضروا، اون فيت باش يكونوا معنا عباد اخرى باش تجي تتفرهد وتعمل جو وتشطح، على خاطر باش يكون عندنا دي جي ودي ميني جو كيما الميني بولينغ والا الميني جولف. معناها العباد مش باش تجي جوست للكومبيتيسيون، ما يقتصرش ليفينمون على الكومبيتيسيون اكا هاو، فما ديزاكتيفيتي اخرين، فما معناها برشا جو برشا حس. واو كهو. دونك هل ليفينمون هذا يل فيز جينيرالمون جماعه الجيني لوجيسيال معناتها؟ لا جوستومون، هو العباد اللي باش تجي تكودي هما بيان سور باش يكونوا عباد تعرف لي لونجاج دو بروغراماسيون باش نخدموا بهم، هما اتش تي ام ال وسي اس اس. اما العباد اللي باش تجي تعمل جو تتفرج في الكومبيتيسيون تنجم تكون من اي عمر من اي معناها دومين، ما عندناش اون ترونش داج اكزيجي، معناها اي عبد ينجم يجي يتفرج يعرف شنو هو الدومين نتاع ديفلوبمون، يشوف معناها ليفينمون كيفاش يصير، يعمل جو ويشطح بطبيعه خاطر فما دي جي كما قلت. شيخ نسرين، شنو يميز ليفينمون هذايا بارابور نتاع عم ناول؟ اون فيت عم ناول صار معناها دي جي، اما لي ميني جو هما اللي تزيد سنين زدتوا لي ميني جو. باهي، بارابور للناس اللي شاركت في الكوداج هذايا وانهم يصنعوا الباج اللي مديتها لهم وكل، هل فما سويفي من بعد صار اللي يربح مثلا؟ هل فما حاجه تخليه يتشجع اكثر والا تعملوا له تربطوا له خيوط مع انتربريز باغ اكزومبل اللي يمشي يخدم فيها ولا حاجه؟ فما تشجيعات من النوع هذا؟ اي بيان سور، هما معناها شو صار العام ناول باغ اكزومبل؟
هو ما في كولتور باش يكون ديما نتبعوا احنا نعملوا سي في هكا ولا لا؟ اي بيان سور. مثلا غنيو الماء وهو في كولتور فما ان غانيون، في التور فينال باش يكونوا فما تخوا غانيون اللي باش يكونوا عندهم دي بري دو فالور. غنيو مثلا فما دي غانيون خذاو اون شيز جيمر، كلافي جيمر، كاسك جيمر، فما دي كوبون دو فورماسيون، ينجم يعمل فورماسيون في دومينات معينه، لي فورماسيون ماهمش الخاص معناها يعملوا 600 دينار السوم نتاعهم. بوغ ان اتيديون سي معناتها بوست، حاجه تبوستي. هو كهو معناها هذوكم هما. باهي، سينو ما خممتوش انكم تحطوا تربطوا توا برشا وحيد يصيروا باش يخليوا الاتيديون هذايا نتاع البروغراماسيون الكل يتعرف على شركات والا يلقاو دي بروجي بي اف فيها والا واحد نسبة مش هكا. فما إشكالية ولات صغيرة، ما تحاولوش أنتم تحطوهم على الأقل اللي ربح في حاجة كيف ما هكايا أون كونتاكت مع الشركة وإلا تسهلوا عليه حتى البري أمبوش مثلا. هي معقولة معناها فكرة خموا فيها ملا هاني بروبوزيت عليه خموا فيها معقولة معقولة أوكي باهي حلو برشا. دونك ليفينمون هذايا وقتاش باش يصير إن شاء الله؟ إن شاء الله باش يكون لو 11 فيفري السبت هذا في تكنوبول غزالة، سال دو كونفيرونس تكنوبول غزالة، مع ماضي ساعة نتاع النهار. سوبر والاكسي غراتوي مرحبا. دونك تجي وتعملوا كيف تشتهوا تحضروا على كومبيتيسيون مزيانه تنجم كانت تفيدكم من بعد فوالا تستفيدوا منها الحكايه كل نهار السبت في تكنوبول الغزاله. هل عندك اضافه اخرى؟ ليك هاو جست نعاود معناها نقول اللي في تكنوبول الغزاله نهار السبت مع ماضي ساعه لاكسي غراتوي، اي عبد ينجم يجي، ما فماش ترونش داج اكزيجي وما فماش دومين اكزيجي، تنجم تجي تعمل جو. السبت هذا شنو الدات نتاعو هو؟ لو 11 فيفري. لو 11 فيفري دونك فوالا، ما تنساوش انكم تحضروا في تكنوبول الغزاله، هذا ايفينمون مفتوح للناس الكل. اللي حاب يجي يشارك مرحبا به، ماناش نحكي وكان على زانجينيور نتاع جيني لوجيسيال وغيره وما تبعه وتابع البروغراماسيون الدنيا كل، لا انا نحكي حتى على ليزيتيديون اللي حاب يجي يعمل كيف ويعمل جو يتفرهد نهار السبت، يحضر على حوايج مزيانه وينطلق من بعد على نفسه. ميرسي بوكو نسرين السبعي، عفوا قبل قلت في اسمك، على حضورك بحذانا. ميرسي بوكو. ونتعداو احنا توا لسبوت كيفيه التواصل معنا في البرنامج نتاعنا، والا يقولوا لي مازال ماهوش موجود. دونك نحب نعاود نذكر بالتظاهره هذه اللي هي اسمها كود ان ذا دارك اللي باش تصير في تكنوبول الغزاله نهار السبت ل 11 ماضي ساعه، من 11 لماضي ساعه. ماضي ساعه شو ماضي ساعه؟ ماضي ساعه. بي اوكي تري بيان. دونك هذه هي ليفينمون نتاعنا، ونحن نتعداو توا على كيفيه التواصل معانا في البرنامج، وني باش نجموا تكونوا حاضرين انتم بوجودكم. دونك تشوفوا
بمشاريعكم وافكاركم الناجحه ونعرفوا بها ونقدموها للعباد. وتوا احنا باش نتعداو عندي زوز ضياف بحذايا المحاله انتوما مستانسين منجية العرقوبي تشوفوها، اما ماهيش هي الضيفه الرئيسيه نتاعي اليوم. اهلا وسهلا، جايه تساند منجية اليوم. اهلا وسهلا، مرحبا جيت معاها اليوم. انت جيت معاها اليوم دونك خليك شويه نرافق فيه. فوالا منجية العرقوبي مستانسه تعطينا النصائح كيفاش نبعثوا المشاريع وشنو اللي لازمنا نعملوا وشنو هما الحاجات الباز اللي باش نبعثوا بها المشروع. وما شاء الله حاضر بحذنا ان جون ما شاء الله الى 13 ان جون ما شاء الله عليه ناجح. هذا مثال نتاع النجاح. علاش؟ خاطر خمم انه يلانسي سون بروبر بروجي ا 13 ان 13 ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله نفرح له انا. كيفاش فسر لي عاد؟ باهي انا عندي دو مارك تاع دبش. باهي سنين ساعه سنين. اي دونك فيينا فوتي. فيينا فوتي اي 13 سنه. 13 سنه اي كنت قاعد وجاتك فكره نتاع قلت خلينا نعمل بروجي. لا انا انتربرونيا من قبل ملي كنت صغير مغروم ياسر. كنت صغير هو كبير برشا توا عنده 13 ans كبير برشا ما شاء الله كبير ياسر معناتها من صغير من عامين مثلا كيك الدخم. اي ها والله هو من في كل شيء راهو انا مبرمج فيه على لونتربرونيا بالحق. اي صلي على النبي عاد شنو توا شنو توا شنو يا سيدي كيف كيف خليه انت حلم. اي معناتها انا وقت اللي نعمل بزنس ونبدا معناتها نتكتك واحد هذيك هي معناتها كيفاش انا نحب نطلع كيفاش كان نحب نكمل حياتي معناتها. واو سي مانيفيك لو فيت دو بونسي هكا بالحق تحسها برمجه ولدي معناتها. اي اي ها؟ اي انت مبرمج ولا برمجوه ولا كل كيفاه ولا خاطر امك من جايه العرقوبي وبوك زاد يقدم لنا في النصائح الناس الكل تنصح يا اخي كيفاه فهمني شنو هي الفازه اللي صارت؟ الحكايه وراثيه في العائله؟ لا ماهيش وراثيه جمله كي تشوف. اما انا معناتها جست صحيح امي وبابا معناتها تحطوا فيا الانتربرونيا ملي كنت صغير. اما انا كيفاش شنو يقولوا لك مثلا كيفاش حطوا فيك الانتربرونيا؟ معناتها انا وقت نشوف فيهم معناتها يجريوا في بزنس قاعد نشوفهم عيني محلوله معناتها معناتها انت حاضر بحذاهم تحضر معاهم تسمع تكبتي تفهم وتسال. أيه. تسال برشا اي سورتو وقت منجية الصغير يبدا يسالك البيريود عرفت بتاع ماما شنو هي هذه اش بها هكا شنو انت وقت قاعد تزقق له وتزرق له في وتزرق له في ليزانفورماسيون نيسبا. هو ايتا ديسبري مايند سيت يعني انت باش تسنسوا من الاول بحاجات يعملها مثلا الانيشيتيف باش يعمل حاجه يبدا حاجه لا كرياتيفيتي كيفاش يخرج اوت اوف ذا بوكس معناها هذوما الكل حاجات هو طبقتهم عليه طبقتهم عليه فيكتيفمون. أيه. وهو معناها تبارك الله عليه معناها في سعمايخ ما شاء الله. وبالحق وحده معناه مانيش احنا نعملوا له فلوس وحده هو اصلا يحب معناتها صحيح. هو مغروم لو كان ما جاش هو مغروم والله ان شاء الله تقعد من الصباح لليل وانت تصب له فيهم شيء ما يقبلهم شيء باش خرجنا عاد سي ذي. فاش خممت فاش تكتكت كيفاش؟ انا من الاول جست بديت ب 50 دينار حطيت 30 دينار فيهم عملت بها كابوش حطيت عليها تصويره. داكوغ هنا قاعدين نشوفوا شنية الحاجات اللي يعملهم سيدي. ايوه ايوه اي 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 كمل لي كمل لي 20 دينار حطيتهم في ماركتينغ جوست على انستغرام حطيت يتقرمش اي اي كاو وعندي صحابي زاد في الكوليج شري من عندي من الاول صاحبي بعد بديت تعرف شويه في الكوليج داكوغ بديت نعمل انا في بروفيت هذاك بعد لمت بالضبط 900 دينار واو من 50 بسم الله ما شاء الله وي بارفي اي دونك ما فماش حتى اكسكيوز باش ما تبداش معناتها اسمع الراجل عنده خبره السيد عنده سنين يخدم على روحه فاهم السوق وفاهم المرشي وقال لكم ما فما حد شيء وقفكم 50 دينار عملنا منها 900 دينار بور ان جون دو 13 ans معناها تو يحكي لك على الفيزيون نتاعو عنده فيزيون راهو اي بيان سور هذا برنامج معناتها بدينا بحويجه جربها تستاها فهمها عرف شنو اللي ماشي من لونتوراج نتاعو زاده ما بعدناش ياسر ما كسرناش ريوسنا برشا فهمنا الحكايه وتعمل في حاجات نتاع اولاد وبنات وكل شيء كل شيء دونك بدينا بالكابوش من بعد سويتشيرت معناتها بعد كابوش وفول زيب هذيك ركز على ستيل ستريت وير اللي تحت واي تو كي دونك وعملت اسم نتاع واحد ولا نتاع اسمك نتاع الماركه ولا عندي دريب اب وستاجي هذوما زوز حكايات زوز براند معناتها اللي انا مركز عليهم توا. اما الفيزيون نتاعي عملت تشين تاع براندز اللي هي معناتها برشا براندز معناتها تابعين بعضهم اللي فيها تابعين الماركه هذيك هكا فيهم
حكاية اسمها سيلف امبروفمنت ماركتينج، معناتها انت تركز على سبعة ولا ست حكايات باش انت دي بروبليم هما انت تركز عليهم وتردهم وتعطي عليهم دي سوليسيون اترافيغ لي براند تاعك، و باش انت جوست تحسن من الكليون تاعك، تحسن من ذاته من كل شيء. معناتها داكوغ، معناتها الواحد كيف يلبس حاجه من عندك يحس فما حاجه تزادت له، فما قيمه مضافه، معناتها مش لبسه جوست باش نغطي بها بدني كهاو، لا اما جو بو فيكولي ان ميساج ابارتيغ من اللبسه اللي انا لابسها هذاك، فما ميساج يحب يحكي على الثقه، هو دونك يحكي على الثقه على ويطلع الثقه وباهي، خاطر فما برشا تنمر زاده في الليسيات وفي الواحد وكل، فما عباد نحسوهم اكرازي، فما عباد نحسوهم شويه كاسي، معناتها شخصيتهم ماهيش قويه ياسر، دونك كي ناخذ انا هو هنا ما صنعش كان مارك، هو صنع ابار اللبسه صنع اسم للماركه اللي يعطيك 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 حاجه، معناتها يعطيك بلوس هو الفايده، مش باش يبيع معناها معناها مش باش يبيع المراول، هو عنده فيزيون يحب يعاون في فكره وراها حكايه وميسيون افكتيفمون، معناتها باش انت وقت تلبس البراند تاعي انت تمثل حكايه معناتها. وي 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 بالضبط حبيبي، محمد ويقرا برشا راهو، يقرا على الماركتينغ معناها يقرا يعمل دي فورماسيون على الفونت على الماركتينغ وحده، ويقيد معناها كل حاجه يقيدها ويحاول باش يطبقها في البزنس نتاعو. داكوغ، من جاي الحكايه هذه هو جاك بها من الاول، قال لك ماما جو لونسي مون بروبر مارك وعندي فكره باش نعملها هكا، ولا اسكو انت تو لا بوسي فيغ الثنيه هذيا، هل خليته خمم وحده ولا انت قلت له اجا نقترح عليك حاجه علاش ما تعملش وهو ومن بعديك الا ديفلوبي؟ انا ما اقترحت عليه حتى فكره، انا زرعت فيه كاين الاسبري معناها نتاع لونتربرونيا باش يكون ذاته بذاته، وحتى باش معناها باش نعطيه تمويل ولا حاجه، انا كونتر معناها نحبه من الاول، هو يعمل على روحه 50000 بدا بها السيد باش يتعلم صحيح، باش من بعد يلقى روحه حاضر باش ينجم يعاود نفس الفكره، خاطر هو من بعد ينجم يتحلوا افاق اخرين، انا ولادي زوز راه ما شاء الله ما شاء الله، انا حبيت نزرع فيهم لونتربرونيا خاطر سي امبورتون ملي هما صغار، تصور انت كي يكبر وحنا توا في تونس حشتنا معناها بدي جون هكا، من بعد كي يكبر ما عادش باش يخير اللي باش يبدا خايف باش يوحل ولا يتصرف معناتها من اي حاجه ينجم يعمل حكايه ينجم يحكي لك راه حتى على يحكي له على فورنيسور يمشي وحده وكل شيء يتعامل معاه باش يحكي لي باش يحكي لي هو هوني باش يحكي لي، اما انا حبيت نفهم الحاجه هذيا شفتوا يا جماعه معناتها انا جو سوي ابار فيير بهو معناتها بالحق اتريزون كي لونس معناتها سون بروبر بروجي سا بروبر مارك واللي ماهيش هكاك ماركه جوست هاني باش تلبس من عندي وكها ولا لا، معناتها يحس اللي يلبس من عنده اللي هو ينتمي الى فكره معينه معناتها نتاع باش نحس بها روحي قداش انا 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 انسان متميز، انا انسان مميز ولا اللي هو فهمت سي سا لو تروك. فرحانه بك انت زاد منجيه لو فات اللي تزرع في صغيرك معناتها حاجه كيف ما هكا باش يطلع بسم الله ما شاء الله، نعاود فيها من بكري معناتها ما شاء الله جوتوش لو بوا معناتها بسم الله ما شاء الله، معناتها طفل عنده في مخه في عوض نمشي نلعب نفدلك ولا انا ماما ولا بابا اعطيني مصروفي، هذا معامل على روحه باش يبني روحه وحده معناتها تبارك الله. هذه هي اهميه الفكره يظهر لي انك تزرعها في صغيرك نسبة بيان سور برمجه النجاح برمجه النجاح، وكما قلت لك ماذا بينا نبداو على بكري معناها قد ما يبدا صغير كما قال لك راه حتى عامين توا يفهم، كما تعطيه انت التليفون يقعد يلوج وكل علمه، حتى انا ولادي حتى في التليفون علمه شنو يلوج شنو يقرا شنو يشوف، خاطر فما برشا حاجات دونك ينجم يولي هو يتعلم منهم هذوكم في عوض باش يضيع وقته ويقعد يلعب ولا معناها يتعلم صحيح فما وقت للترهيد وللعب يتوسع نعملوه، مي علمه انت كيفاش يعيش خاطر هو سي لايف ستايل معناها هذايا فهمت. ونحب نفسر لكم زاد اللي وقت اللي يجي بحذنا هنا حد للبلاتو باش نحكيو على النجاحات ولا باش يعطينا ديزاستيوس والا باش يقول لنا كيفاش يصير، ولا هم يطبقوا فيه في عائلتهم كيف ما منجيه تطبق على صهارها زوز كيفاش معناتها تبني فيه الثقه في النفس وتبني فيه انه كيفاش لازم يعول على روحه باش يكون فرد نهار اخر ناجح في المجتمع، وما شاء الله معناتها اتريزون كي لونس سا بروبر مارك يبعث حاجه كيف ما هكايا، معناتها انا بالنسبه لي نحسها حاجه واو مانيفيك نسبه. اي كيفاش انت شنو اضافت لك التجربه هذه؟ باهي تا مارك عملت عليها ريشيرش لوجت، كيفاش اخترت الاسامي؟ كيفاش اخترت الفكره؟ فهمت؟ احكي لي على هذا لي ديتاي هو راه يسوفي انت تحب ديزاير معناتها وقت اللي انت تحب راهو الافكار باش تجيك تقعد مع روحك تبدا تشوف انت شنو قابليتك وين تحس روحك مرتاح اكثر زاد وزاد مع لي ريشيرش حتى بلاش يوتيوب واحد نجم يوريك برشا حكايات حتى في التلفزه هكا
بيه شنو زادتك الاكسبيريونس؟ تون تري بيل اكسبيريونس، حاجه مزيانه على الاخر. نصور وقتك مليان بين قرايتك وبين هذايا البروجي، انك تبدا مالي وقتك، معناتها نحسها نورمالمون تزيدك حاجه. شنو زادتك الاكسبيريونس؟ زادتني كيفاش نجم معناتها المناجي لي ريسك، وزاد وقتي باش نجم معناتها نوازن ما بين الزوز، البزنس والقرايه، خاطر الزوز مهمين. وكيكا معناتها تعلمت برشا حكايات من البراندز نتاعي اللي عملتهم من الانتربرونيريا. باهي، كيفاش لي زاتونت نتاعك ريتهم تحقوا؟ معناتها جو فيدير وقت اللي انت بديت تخدم في البروجي هذا، كانت عندك سيغتينمون دي زاتونت، حاجات تستنى فيها والا انتظارات، معناتها انتظارات والا معناتها على الاقل حاسب نسبة نتاع نجاح. هل لقيت النسبة هذيك والا تو لا ديباسي والا مازلت ما خلطتلهاش؟ أنا تنجم تقول ديباسيتها. بسم الله ما شاء الله. معناتها من الأول عندي الفيزيون. بعدك شي حطيت لي بوت. بعد حطيت الأكشن بلان وبديت في الأكسيون، وكيكا لي بوت نتاعي فتهم. داكور. خاطر وقت اللي انت تحط بوت مذاكر يا اختي فريمون، معناتها انت وقت تحب توصل له هذاك سي سور باش توصل. وي باهي حلو، ترجع لامك ديما في الواحد معاك ستيب باي ستيب، والا وحدك وبعديك تهز لها من بعد تقول لها كان فما حاجه ماهيش ماشيه، ولا مسيبت لك هي اوكي زرعت فيك معناتها الكونفيونس وسيبت لك بعديك قالت لك تصرف على روحك ووريني شنو هيك حطت فيا المايند سيت، وهذيك احسن حكايه، الحكايه الوحيده يستحق. باقي كل تجيبه وحدك، ومعناتها نجمت انا نعمل هذاك الفلوس دق فيهم انا انا نحسب الفلوس نخلي فيهم عندي الفلوس خلي فيهم عندك خلي فيهم اعمل صندوق عايش ولدي على روحك خلي خلي صندوق خاطر ما نجمش صندوق معناتها مازال ما نجمش يعمل كونت بونك مازال داكور دونك انا نخبي له في الفلوس يا اخي في البوسطه ما يعمل ليه لازم يكون زاد اي بالحق صحيح في انا ضايعه انا 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 ضايعه فيها باهي فما دوطخ بروجي معناتها تخمم فيهم قاعد كي نورمالمون في اخر العام يبدا عندي 8 بروجي بالضبط مش باش كهو معناتها خاطر دي دبليو سي هذايا التشين فيها ست بلان اللي هما يتكونوا من 14 براند داكوغ معناتها معناتها اما هكا ما تسلكش ما تهمنيش سامحني معناتها كي تقسمهم كيفاش عامل في تنظيم وقتك؟ من الاول انا حطيت براند من الاول ركزت عليها برشا حطيتها معناتها سقيها على ثنيه سي بون معناتها تولي تخدم وحدها جوست انا حاجتي باش نعمل لونسمون ديزاينز ونهبطها وكهو خاطر عندي لوديونس بتاعي وعندي كل شيء. واو يحكيك فيها الكبار معناتها اللي الناس اللي شدت نيتها تبارك الله عندها من سنين من سنين بعدك شي ستارزي انا توقع نخدم عليها اكثر من الاخرين خاطر مازلت معناتها كي بديتها واحد دونك اكيكا معناتها لازمك تجي تحكيها تحطها على ساقيها تحطها في ثنيه بعد واحد اخر تبدا تعمل اكيكه معناتها اون باراليل تخليها تمشي سي بون تهنيت عليها اما كل مره نعمل عليها طله باش نشوف اسكو امورها ماشيه فما ماشي حاجه جايه فما ماشي دونك فوالا معناتها نجموا ناخذوا اصحاب خبره ناخذوا منه الافكار اصحابه يعاون فيهم زاد دونك عندك اصحابك زاد كيف كيف دي زونتربرونور هكا انا صاحبي واحد شنو هي الحكايه معناتها الناس الكل انت قلت لهم ميتهم ولا شنو ليه هو وحده هو يختار في الاصحاب يعني يحاول باش يختار الناس اللي يتشاركوا معاه في افكار ولات كل كوميونيتي معناتها الناس الكل حتى اصحابه اللي نتاع لونفونس هو معناها اثر عليهم واثروا على بعضهم في الحكايه هذيا معناها عنده مجموعه بيان سور ماهمش كلهم مي فما عباد اللي يحبوا يعني بالضبط ويشجعهم هو زاد راهو سي بيان معناتها وشنو عاملين اصحابك؟ مثلا صاحبي معتز ايه عملت معاه البراند هذه وقاعد يعمل في براند واحده اخرى جوست بالافكار اللي نحن معناتها مع بعضنا حطيناهم داكور وبالمايند سيت اللي علمته لي امي هزتها لاصحابي واللي بعد معناتها دونك هوني نجموا نفهموا اللي الحكايه كلها راهي لا هي مربوطه بعمر ولا هي مربوطه بودجي كبير ولا هي مربوطه الحكايه الكل يا من جايه يا اختي لازمنا نفسرهم بالفليقي هاو بالفليقي هاو معناتها ما شاء الله عندنا مثال نتاع نجاح كبير تبارك الله ومازال عنده افكار وان شاء الله معناتها مازالت عندنا حاجات اخرى تو نحكيو على الحاجات الاخرى اللي ناويه تجي من بعد معناتها اي سوفي دافواغ لا فولونتي نقول انا ما نحبش نقعد في الحاله اللي انا فيها انا موني الله غالب عليا قعدت بطال لقيت لا خب لا قدمه لا والدنيا الكل مسكر عليا يا خويا اجا نبدا براس مال صغيرون ونخمم شنو اللي نجم نعمل وبشويه بشويه ستان غيزو من بعديك تولي عندك غيزو وتنجم تسوق وتنجم تعملهم الكل دونك وما تقعدش بارك تحرك تحرك مش يقول لك انت
عليك البركه وربي عليه يمتي عليك بالحركه وربي عليه البركه. ربي عليك البركه صحيح. اذا كان واحد باش يقعد في بلاصته ماهوش باش يجي. احنا ديما نقولوا ونشجعوا كل كي تعمل حاجه انت تخطو خطوه تو يجيوك كما قال لك الافكار ويجيوك حتى لي مويان بشويه بشويه تخلقهم. انت كي تعمل في النهار اون اكسيون انت حتى كي تربح 10,000 في النهار خير من اللي انت معناها قعدت ما تعمل حتى شيء. ومن بعد بشويه بشويه باش تجي يعني. وترى انا برشا دي زيكزامبل معناها نرى فيهم انت تجيب فيهم تبارك الله ناجحين بالكدا. وي وي دونك بوركوا با. باهي دونك دونك انت قلت لي هاو البروجي اللي مازال عندي قدام من هوني للصيف معناتها طفل يعرف شنو اللي باش يعمل في الصيف. هل من المهم اني نبرمج العام نتاعي؟ هل من معناتها شنو حسب رايك انت معناتها بالاكسبيريونس اللي عملتها هذيا المقومات نتاع النجاح شنو اللي حاجات تخليني ننجح؟ المايند سيت اهم حكايه من الاول. اوكي متفاهمين. بعد عندك الفيزيون اي وانت وين تحب توصل لازمك تشوف روحك وين تحب توصل اي تخيل روحك فيجواليز انت وين واصل اي صحيح تم وتقول اي صحيح صحيح سوجيستيون اي بعد عندنا لي بوت تحط انت وين تحب توصل ووقت اللي انت كل في قداش لازم نوصل له اي وكل بوت لازمك تشجع روحك عليه وتسليبريتي الحكايات الصغار معناتها الوينز الصغار هذوكم لازمك معناتها تحتفل بهم وما تعملهم حكايه كبيره فهمت معناتها بالحق اذا 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 إذا وصلت ونجحت حتى نجاحات صغيرة افرح افرح ابتسم للحياة كنت عملت إنجاز على خاطر أنا كنت في حالة وقاعد نقدم بشوية للأوبجيكتيف الكبير للبوت نتاعي الكبير. دونك الحاجات الصغيرات هذوكم ما يسالش افرح لهم افرح لهم خاطر فما عثرات زادة هذوكم ياخذوا من الطاقة نتاعك هذوكم يشربوا من معناتها بالرسمي معناتها يتعلموا راهو يتعلموا حتى ذي فما حاجات مثلا يروح فيهم يتعلم من بعض سبحان الله بعديك وقت اللي تلقى سوليسيون تقول عليك نجحت نجاح باهر وقتها نو خاطر ديما لازم تكومبيتي مع انت امبارح معناتها ما تكومبيش مع تكومبيتيش مع بيت اخرين خاطر هذيك الانرجي نيجاتيف كلها باش تمشي معناتها انت كان انت تشوف روحك خير من امبارح وي حكايه مزيانه على الاخر ولازم انا موافقتك انا معاك في الحكايه هذيا. باهي شنو العثرات اللي قابلوك انت؟ شنو المشاكل اللي تعديت بهم شويه هكا وحسيتهم بالحق؟ ما جاكش وقت قلت يزيفك علي سي بون جاريت جمله اي خاطر عندي لي بوت نتاعي وكل شيء معناتها ظاهر باهي فما في احسن العائلات تصير واحد يبدا لي زوبجيكتيف نتاعو واضحين كل شيء لي زيتاب نتاعو الكل واضحه فما عثرات ناس با سهام فما سيت من الاول ما عملش سيت وبعد اكتشف لي هو مهم باغ اكزومبل احكي لها شويه على السيت اي احكي لي على المشاكل اللي صارت من الاول بديت معناتها وقت اللي كنت نبيع على انستغرام باغ ميساج كانوا معناتها ما فماش برشا حركه معناتها ما يصيروش برشا خاطر صعيب على الاخر بانه انت عبد باش يجيك وباش يحكي معاك وواحد جوست مع تنجم تردها اسهل من السيتات والواحد اما ماكش باش تبدا كيكه من الاول كيفاش ما فهمتش معناتها انت من الاول تنجم معناتها تبدا تبيع على البلاتفورم معناتها صغار اي اي جوست سامبل على الاخر تحطها اي بعديك شي بشويه بشويه تبدا تقدم معناتها تعمل سيت واللي بعده ما تبدا وحده معناتها وعمل وحده سيت راهو إلا كونسو وعملوا حط فيه لي برودوي وحط فيه بالضبط هو عارف روحه وش حاجته عارف حتى الايماج نتاعو يقرا زاد سهام راه طب باش تعمل سيت ولا باش تعمل حتى سبونسورينغ ولا حاجه فيها شويه قرايه يعني يدخل يقرا يشوف كيفاش لازم تعمل ريشيرش نتاعك قداش تاخذ وقت هو وقت ريشيرش راهو زاد هذيك تابع الخدمه باش انك تنجم تحسن في المنتوج نتاعك ولا تبوستي المنتوج نتاعك ولا تعرف به اكثر عند العبيد ولا يراوه ناس با هذا كله لازم قرايه والقرايه اللي تحكي عليها معناتها الغوشيرش اللي نحط البروجي نتاعي على ساقي نورمالمون رونتابل من بعد قداش تنصح العبيد انهم يقعدوا يتبعوا ويثبتوا ويشوفوا قداش وقت هكاك ينجم يوصلهم للنجاح؟ انا يعني كان عطاني 6 سوايع من هنا 6 سوايع باش نعمل فيهم بروجي باش نعدي 4 سوايع الاولين قاعد نحضر فيهم ونشوف فيهم دي ريشيرش وكل شيء خاطر حتى حد ما يعرف حتى شيء ما يعرف كل شيء ما يعرف كل شيء وي ايه احكي لنا مدام على الفخر والواحد لو فات اللي انت تزرع ومن بعد ترى النتيجه كيف هكا قدامك سيغتينمون معناتها كأم سأكون فخورة وفرحانة وأنا معناتها مش ننصح كان في الناس حتى أولادي نغرس فيهم الحاجة هذيا هو شوف مجهود زاد متواصل من عند الام والبو معناها فما متابعه فما انت باش تزرع بيان سور باش تزرع فيه الحاجه هذيك وباش تبعه خاطر هو مثلا امبيسيو اكثر مني انا خاطر انا
بابا وامي ما ربيونيش كيما ربيته هو دونك هو ساعات يفوتني حتى انا في الامبيشن يعني يبدا يجري انا بيجي ساعات نستريسي شويه ولا معناها فما انيكيليبر مثلا ما بين القرايه ما بين لونتربرونيا هذيك اللي انت باش تحرص كام اللي انت تو لابورت يعني معناها باش تعطيني تو انا كيف يفوتني ونحس صعبية كل كيفاش لازمني نتصرف شنو اللي نعمل انا ديما نحكي معاه معناها احنا ديما ديجا هم يقولوا لي ماما اصحاب وحتى بوهم زاد معناها اصحاب مانيش ام و اي ديما ونبارطاجي ونشوف هو شنو حاجته وانا شنو حاجته معناها ديما فما حوار ما بيناتنا فما وتقنعني ونقنعك ويشانج تو سا سوبر مي الكلارتي باهي معناها كي يبدا عبد عنده اوبجيكتيف اللي هو صغير ويبدا كلير معناها ما يضيعش باللي هذيك مش يقعد ديما يخدم وديما باش يقعد يقدم وانت هاك معاه وسي بيان انا فرحانه خاطر انا حبيتك هكا دونك نجم كان نفرح دونك باش نكملوا معاه هو كلمه الختام سي بون وفات الوقت نتاعنا ان شاء الله فما دي بروجي فيتور تخمم فيهم ابار نتاع الصيفيه هذيا ونتهنين عليها سي بون قلت ربي وصل مادام قلت عليهم باذن الله باش نوصلوا اوكي اما اللي بعده فما حاجه اخرى قاعد تخمم فيها والا لا الون تيرم معناها مثلا كما قلت لك اللي في التشين تاعي قالوا لي وفي الوقت فيسا 14 براند معناتها ان شاء الله يا رب جاي هكا احنا نكونوا قدمنا لكم اكزامبل مش بالكلام بركه مش تجي تخطب علينا من جاي العرقوبي وتروح راهي لا لا ها راهي معناتها بسم الله ما شاء الله اللي تحكي لنا فيه راهي طبق فيها على ارض الواقع على روحها هي اولا اللي معناتها تقرا وقاعده تطور في القدرات نتاعها وتحصلت على شهاده في المجال هذايا فخورين بها احنا وزاده لصغارها كيف لذا احنا نجموا نطبقوا هذايا الكلام على رواحنا وعلى صغيراتنا بوركوا با ميرسي بوكو على حضوركم بحذانا موفق يا ذياء النفوتي فرحانه بيك على الاخر ما عندكش فكره باهي يعطيك الصحه من جهه العرقوبي وميرسي ليكم انتم برشا برشا على متابعتكم لينا بوسيت نتقابلوا نهار الاثنين الجاي باي باي